بتوع ربنا في بلدكم يا وسخين. يا شقاوة قديمة يا. سمعت عن خناقة مرتضى منصور وعادل إمام قبل كده؟ طبعاً إحنا وإنتم عارفين إن المستشار مرتضى منصور مشاكله كتيرة شوية، بس قصة خناقته مع عادل إمام دي من أغرب الحاجات اللي ممكن تسمعوها في الدنيا. تابعوا معانا الفيديو للآخر علشان تعرفوا الحكاية كلها. أكيد طبعاً كلنا فاكرين الفيلم الشهير للزعيم، فيلم الأفوكاتو، الفيلم اللي كان بيمثل فيه دور محامي، بس زي ما تقولوا كده الفيلم زعل المستشار وقرر إنه مش هيعديها للزعيم. وفي فترة التمانينات أثناء عرض الفيلم كان بيهاجم عادل إمام بصورة جديدة جداً، ورفع عليه قضية وحصل على حكم قضائي بحبسه أو دفع كفالة قيمتها 10,000 جنيه مصري. سنة او فيلم الأفوكاتو، لانه طبعا 10,000 جنيه كان مبلغ كبير جدا في الفتره دي، لكنه كان ملاليم بالنسبه لعادل امام، واللي بالمناسبه كان اجره في الثمانينات وصل لمليون جنيه. حاجه زي الفل وبارك الله في مرزق. مرتضى قال ان هو حس باهانه الزعيم وصناع الفيلم من مهنه المحاماه والقضاء، وان دي حاجه ما ينفعش السكوت عليها ابدا. واتكلم مرتضى منصور وقال: انا مش ضد انك تنتقد محامي، لكن انا ضد اهانتك للمهنه. ما قلتش اني محامي، اهان مهنه المحاماه في فرق. لما يغير عادل امام في احد المشاهد الاوراق والمستندات في شنطته بهدوم نسائيه داخليه فده يهينه كمحامي، لكن لما يتعمل علاقه خاصه في مكتبه بين اسعاد يونس ومحمد الشرقاوي فده يهين المحاماه، ولما يدفع رشاوي الاخراج موكله فده برضه يهين المحاماه. اكيد في قضاه فسده، من لا يتعامل بالعملة الصعب، وبيتعرضوا لمحاكمات أعنف من الأشخاص العاديين. القاضي اللي بيتقبض عليه برشوة بيتعاقب ب7 سنين حبس، على عكس المرتشين العاديين بيتعاقبوا ب5 سنوات بس. مرتضى كمان طلع مرقد للحوار بعيدا عن عادل إمام والدور اللي عمله، واتكلم وقال: حمدي يوسف كان مسؤول إعلانات دار أخبار اليوم وكان بيحب التمثيل وعمل دور القاضي وأهان القضاء على المنصة، وده لما عاكس في الشاهدة وقال: قولي يا طعمة قولي يا حلوة. وبعدين يسألوا المحامي عن تهربه من الضرائب وغيرها. كل الحاجات دي اترسخت في ذهن جمهور عادل إمام البسيط على إنها موجهة للقاضي العادي. كل ده كان عادي وكل ده كان أمره سهل بالنسبة للمستشار. اللي عصبه بقى وخرجه عن شعوره إن المستشار علي عبد الشكور المحامي العام وقتها، واللي كان شغال رئيس نيابة الجيزة، وقف تنفيذ الحكم من غير حتى ما يدفعوا الكفالة، ودي كانت أول مرة تحصل في التاريخ وتقريبا آخر مرة. واشتكى مرتضى منصور اللي حصل ده في نادي القضاء وقرر ان هو يروح للكبير، والكبير هنا مقصود بيه وزير العدل شخصيا. لكن لما راح لوزير العدل اتفاجئ بحاجه غريبه جدا، لقى معاه كل المتهمين اللي في القضيه قاعدين وبيقدم لهم جاتوه وتورته وبيحتفل معاهم بايقاف الحكم بتاع القضيه ولا كانهم خرجوا من تأبيده. فقال: انا رجعت اشوف شغلي وصرفت نظري عن الموضوع تماما، وقال ان القانون في مصر مش بيتطبق غير على الناس الضعيفه بس. المستشار ما كانش سهل برضه من صغره، وطول عمره مش بيفوت لحد لا صغيره ولا كبيره. وبس كده. لو حابين تعرفوا اي تفاصيل اكتر تابعونا على نجوم الفن.